أهلا بكم في قناة الكوكب الخفي. مزارع التماسيح أصبحت لحوم التماسيح مشهدا مألوفا على موائد العشاء في سنغافورة، ويأتي معظمها من مزارع لونغ كوين هونغ للتمساح، حيث يحظى مديرها روبن لي بتجارة رائجة في الأواني الأخيرة. كيف تتم تربية التماسيح؟ يقوم الفريق المختص في المزارع بوضع البيض في لفافات من الأعشاب ممزوجة بالتربة، وقبل أن يتم الفكس ببضعة أيام يقوم الفريق المختص بنقل البيض إلى حضانات خاصة في المزارع. فهنا يأتي السؤال، لماذا يقوم الفريق المختص بوضع البيض في لفافات من الأعشاب ممزوجة بالتربة؟ ولا أحد العمال حتى يتم السيطرة على جميع التماسيح الصغيرة بعد فكسها، حتى يتم إطعامها إطعام جيد لكي يستطيع الإنسان تقبل وجبة شهية من لحوم التماسيح. وبعد أن يتم فكس التماسيح الصغيرة من البيض، يتم إطلاق سراحها على أحواض ضخمة من المياه حتى ترعى وتترعرع. فماذا عن إطعام التماسيح؟ تقوم المزرعة بإطعام التماسيح لحم مفروم، ونوع اللحوم هذا من الأبقار والجاموس كبيرة السن. فالمزرعة تقوم يوميا باستيراد أكثر من 10 أطنان من اللحوم المفرومة، ويتم توزيعها على التماسيح طبقا لموازين معينة. المزرعة كبيرة حقا وضخمة، وبها عدد من التماسيح ما يقارب من 500,000 تمساح، ويبلغ حجم المزرعة أكثر من 220 فدان، حيث ارتفعت المبيعات الشهرية من 1.5 طن في عام 2010 إلى 2.5 طن في العام الماضي، كما زادت العملاء من 100 إلى 300 عميل. أما الأكثر غرابة، وصل هذا الاتجاه إلى قطاع تجارة التجزئة على مستوى الشارع أيضا بالنسبة للطعام الراقي، ونمت المبيعات في سلاسل المتاجر الكبرى في البلاد بمقدرة 10 أضعاف في عام 2011. وقد يكون أحد أسباب هذا النمو هو الإصرار التسويقي لفريق لي. وقال لي 36 عاما الذي يدير عمل العائلة المستمر على مدى 4 عقود من قبل، لم يكن الناس يعرفون من أين جاء هذا الحيوان، إذ ما كان قد جاء من البرية أو المزارع، كما لم تكن لهم معرفة بطعمه أو كيف يتم تحضيره. عندما قام أحد فريق قناة الكوكب الخفي بسؤاله كيف عرفت الناس طعم التمساح، وكيف عرفت طريقة تحضيره، وكيف عرفت أيضا الناس أن هذا التمساح قد جاء من المزارع؟ Thanks for the Hidden Planet channel. In fact, I went to قال لي ذهبنا إلى المتاجر لتقديم عروض، وقمنا بتعليم المستهلكين كيف يقومون بطهي وتقديم عينات للتذوق. واليوم أصبح الكثير من الناس يدركون أن لحم التمساح له فوائد صحية وخاصة ضد الرفو. ولكن بعض المستهلكين قالوا، ماذا يأكل التمساح في المزارع؟ وكيف يتم ذبحه؟ وكيف يتم تنظيفه؟ حينما طلب أحد فريق قناة الكوكب الخفي الذهاب إلى المذبح الخاص بالتماسيح، رحب لي وقال نعم بالطبع. هنا يتم تنظيف التمساح بشكل جيد، ويأخذون درجات الحرارة الخاصة بالتمساح حتى يستطيعون معرفة ما مدى صلاحية لحومه. وأوضح لي أن التمساح له العديد من الفوائد، نستفاد من لحومه في الطعام، ونستفاد أيضا في جلوده. وقال يبلغ سعر الجلد الواحد أكثر من 4,000 دولار. وقال أيضا هو حقا جلد متين وسميك، من خلاله يتم تصنيع الأحذية والشنط والأحزمة، وتباع هذه الأشياء في المتاجر بمبالغ باهظة الثمن لأنها من الجلد الطبيعي، جلد التمساح أفضل الجلود على الإطلاق. وأوضح لي العديد من الدول ومنهم دول عربية ومصر بالتحديد قامت بإنشاء مزارع للتماسيح في أسوان، والآن تقوم بتصدير الجلود للخارج. وفقا لجريدة اليوم السابع في تقرير لها عن تصدير جلود التماسيح من مصر، أما في مزارع لي يتم وزن التمساح وتغليف كل كيلو خاص به، ويتم توزيعه للمتاجر والشارع. عزيز المشاهد، شكرا لك على المشاهدة. إذا كنت أول مرة تتابعنا، فضلا منك وليس أمرا، قم بالاشتراك في القناة وفعل زر الجرس، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو، وأكتب لنا رأيك في مشروع مزارع التماسيح. شكرا لك على المشاهدة.